ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين ممن اعتدوا على رقيب سير خلال محاولته القيام باتخاذ الإجراء اللازم تجاه مركبات مشاركة في موكب عرس أغلقت الطريق العام في شارع الأردن بالعاصمة عمان يوم أمس، فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن آخرين شاركوا في هذا الاعتداء. ويظهر فيديو التقطه أحد المواطنين قيام مجموعة من سائقي المركبات المشاركة في الموكب بالتهجم على رقيب السير والاعتداء عليه بالضرب وطرحه أرضا. مدير الأمن العام لواء فاضل الحمود اعتبر أن التطاول على رقيب السير أثناء قيامه بواجبه الرسمي هو تطاول عليه شخصيا، مؤكدا أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام. وطالب الحمود منتسبي الأمن العام بأن يستمروا في التعامل الحسن مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أن هذه الحادثة لا تمثل أخلاق الأردنيين. وما تم يوم امس من تطاول على زملائنا بعتبره تطاول عليه شخصي، ولن يمر هذا مرور الكرام.